هاي مرة تانية. السجاير، ناس كتيرة بتشرب السجاير وما كانتش غلطتها، كانت غلطة واحد من أصدقائه شربه سجاير، أخد على السجاير، وكانت واحد من أصدقائه السوق عرفه بالسجاير. ازاي يا جماعة نمنع السجاير دي ونوقفها؟ وطبعا احنا كلنا عارفين أعراض السجاير ومخاطرها ومشاكلها. فالسجاير بتكون طبقة سودة حوالين الرئة، وبالتالي ما بتدخلش الأكسجين للجسم، والأكسجين لما بيدخل في الجسم بيخلي الجسم ينمو طبيعي وما تكونش فيه أنسجة مش كويس. وشوفنا ناس كتيرة بتشرب سجاير وبعيد عننا جالها الكانسر. وبعض الناس كانت بتشرب سجاير وبعد ما بطلت برضو جالها الكانسر. طيب نعمل ايه؟ نحاول بقدر امكاننا يعني نوقف السجاير في وقت بدري وبسرعة قبل ما ناخد عليها اكتر. طب هنوقف السجاير ازاي؟ هنجيب حلة فيها مية، كوباية مية تتغلي وعليها كوباية لبن، وبعد ما نغلي المية باللبن هنطفي على الخليط دوا، ونجيب فوطة نحطها على راسنا تبقى بين راسنا وبين المية ونستنشقها. هنستنشق البخار ده لمدة 10 دقايق، هنتفاجئ ان في بلغم بيطلع من صدرنا. وغير ان احنا هنتفاجئ ان في بلغم بيطلع من صدرنا، هنلاقي نفسنا مش طايقين ريحة السجاير، ودي عن تجربة من ناس جربوا الحكاية دي. فياريت يا جماعة اللي بيشرب سجاير يقوم يجرب الحركة دي، وبإذن ربنا هتخففه وتريحه. ولو جربها مرة ما ريحتهوش يجربها مرة تانية، جربها كل 8 ساعات، المهم يبطل السجاير، لأنها بتكون طبقة عازلة بين الأكسجين اللي في الجو ما بيدخلش الجسم، الأنسجة بتبتدي تتغير عن طبيعتها لأن أهم حاجة الأكسجين، وبالتالي بيأذي جسمه كله إن كان واحدة أو واحد. أشكركم اللي يعرف والده بيشرب سجاير، أي حد أخوه، أي حد من قرايبه يبعت له الفيديو ده، وأتمنى يشترك في قناتي لأن في حاجات كتيرة قوي غير دوا بتكلم فيها، من نصايح طبية، من هوايات، من زراعة، من اقتراحات، من آراء، من متنوعة ضد الاكتئاب، في حاجات كتيرة جميلة أتمنى تعجبكم. ياريت لو عجبكم الفيديو ده لايك. معكم مشرفة التمريض أمل كامل، خبرة 25 سنة في المجال، بعمل أبحاث ريسيرشز عن الأمراض المستعصية، وبتستهويني قوي إني أريح بني آدم قدامي يكون تعبان. اهلا بالجميع، منورين. اللي داخل جديد ياريت يعمل سبسكرايب ولايك وشير، واللي معايا من الاول منورني ويشجعوني دايما وبحبهم كتير، ياريت يعملوا لايك وشير ان امكن، ويخلوا قرايبهم واصدقائهم يشتركوا في القناة، وبحبهم كتير قوي قوي قوي. باي باي.